مساء الخير. رغم ما قيل عن أفول نجمه في الشمال، عاد للظهور من جديد. أبو عمشة وقضية المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في عفرين هي محور قضية تثار من جديد. نشطاء حقوقيون قدموا توثيقاتهم أمام المحاكم الأوروبية والأمريكية بحق فرقة السلطان سليمان شاه وقائدها محمد الجاسم الشهير بأبو عمشة. تقول هذه التوثيقات إن أبو عمشة ارتكب جرائم ضد مدنيين، ذكر من بينها القتل والاغتصاب والترويع والخطف. التهامات بحق أبو عمشة ركزت على العنف على أساس عرقي وطائفي. المشتكون أشاروا إلى الأكراد وإلى الطائفة الأيزيدية على وجه التحديد. مصادرة للبيوت وإتاوات على الأراضي الزراعية وانتهاكات حقوقية بحقهم ودفعهم بالقوة إلى الهجرة وترك ما يملكون في عفرين وضواحيها. فهل نستطيع القول بأن كل هذه الشواهد والتوثيقات ربما تكون غير صحيحة بعد أن رأينا قرار اللجنة الشرعية لمحاسبة أبو عمشة وبيانها الذي تضمن التأكيد على وجود حوادث مماثلة، وشهدنا عجز الفصائل الأخرى عن محاسبته أو حتى دفعه لترك ملكه ومغادرة الأرض السورية بعد أن حكموا عليه بذلك؟ وهل ستستطيع المحاكم الأوروبية أن تنفذ ما عجزت عنه اللجنة الثلاثية وهي على الأرض؟ اليوم في حلقة هنا سوريا نخصص هذه الحلقة لسماع شهادات نشطاء طلبوا إيصال صوتهم، وأورين تفتح منبرها لهم دون أن تتبنى أو تشكك بما سيقولونه بالضرورة. فنحن هنا نوصل الصوت ونعرض القضية ونفتح باب السجال والنقاش الحر. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي الكردي حسين عمر من إربيل، ومعنا أيضا الناشط المدني عدنان ميركان من إربيل أيضا، ومن عفرين ينضم إلينا رئيس المكتب القانوني لفرقة السلطان مراد، معنا من السيد أكرم جنيد أو عفوا فرقة السلطان سليمان شاه وليست فرقة السلطان مراد. دعونا نتابع معا التقرير التالي ونعود للنقاش. في تحقيقات جديدة يقدمها ناشطون حقوقيون للمحاكم الأوروبية بحق أبو عمشة قائد فصيل سليمان شاه المسيطر على منطقة عفرين وشيخ الحديد. ذكرت هذه التحقيقات أن أبو عمشة وعناصره انتهكوا حقوق المدنيين العزل على أسس طائفية وعرقية، وخصوصا الإيزيديين والكرد. تمثلت هذه الانتهاكات بالخطف والقتل والترهيب لدفعهم إلى ترك بيوتهم وممتلكاتهم والهروب إلى مناطق أكثر أمناً لهم. أكد الناشطون في حديثهم أنهم يملكون وثائق ومعلومات تدين أبو عمشة وتثبت ارتكابه لهذه الجرائم، إضافة إلى توثيق ما يزيد عن 20 عملية اغتصاب بحق فتيات قاصرات بينهن 3 فتيات مريضات ذهنياً. إضافة لذلك تم ذكر عمليات النهب وفرض الإتاوات على المزارعين على أساس عرقي وطائفي والاستحواذ على المنازل والأراضي الزراعية وتسليمها لعناصر يتبعون لفصيله. العشرات من أسر الضحايا قدموا وثائق ودلائل للنشطاء القائمين على العمل تثبت تورط فصيل سليمان شاه وزعيمه أبو عمشة بارتكاب تلك الجرائم. قدمت تلك الوثائق للمحاكم الأوروبية والأمريكية من أجل فرض العقوبات على فصيل سليمان شاه وإدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية والعمل على تقديم قادة الفصيل للقضاء الدولي من أجل محاسبتهم على ما ارتكبوه بحق المدنيين في عفرين. فهل ستثمر هذه الحملة عن محاسبة فعلية أم إن الاتهامات ستبقى بلا أدلة ولا قرائن؟ وأبدأ هذه الحلقة مع سيد عدنان ميركال من إربيل. مساء الخير، أهلا بك سيد عدنان. ما هي هذه التوثيقات التي قدمت للمحاكم الأوروبية والأمريكية بخصوص انتهاكات فرقة السلطان سليمان شاه؟ مساء الخير لك ولضيوفك الأعزاء ولبرنامجكم الموفق. طبعا الأدلة والإثباتات جمعوها كلهم من منطقة عفرين، أصحاب الخبرة جمعون وأرسلون للمحاكم الأوروبية ونتيجة المحاكم قدرت محمد جاسم اللقب أبو عمشة على لائحة الإرهاب الأمريكية. ولحد الآن بعد
يعني ما هو نوع التوثيقات لو لك أن تطلعنا؟ هل هي فيديوهات مسجلة؟ هل هي هنالك من سيرى بأنها اتهامات كيدية مثلا؟ وهل مقتل نائب رئيس المجلس أخ محمود شيخو في شيخ الحديد تحت التعذيب على يديه فيديو مسجل؟ كان نائب رئيس المجلس المحلي مدينة الشيخ قتل تحت التعذيب، يعني هذا أكبر دليل. الثاني محاكم رد المظالم اللي أجوا سمعوا لكل الشهود، سمعوا كل العالم، اتخذوا قرارات وأدلة على إثبات تورط أبو عمكة بجرائم كثيرة غير القتل الاغتصاب. لحد الآن يعني أبو عمكة ما زال يمارس نفس عمله. أولت امبارح يعني من يومين ثلاثة بعت عناصره لمنطقة لقرية قرمتلق، على كل دار بدهم 200 دولار بدون كهرباء. 200 دولار يعني موتي قليل على المواطن البسيط اللي عم يعيش في القرية تحت رحمة أبو عمكة. يعني انتهاكات مستمرة. امبارحة القذائف أجت من قرية إيكي آخر لقرية ميركان بدي حسين، 10 قذائف من إيكي آخر تابعة لفصيلته هي العبشات بتحكم في كافر، ومن قرية تاتيا اللي مستاند له لأبو عمكة كتيب حمزات أني كمان ضربوا أجوا عازة القذائف، جرح من طلاب مدرسة أثناء انصراف طلاب مثل الوقت البارحة، في واحدة منهم عم تتعالج بتركيا. مجمل الجرائم اللي ارتكبوا مو بس بحق الكرد، ممكن الكرد بالدرجة الأولى نعم، لكن ارتكب بحق عناصره اللي هن تابعين له، هن كمان قدموا شكاوي غير الله، موعقين رواتبهم، موعقين لأهلهم، مغتصب نسوان المقاتلين اللي هو بعثهم لليبيا. يعني كل هالشيء كل أهل المنطقة بيعرف هالشيء، وجمعوا القانونيين اللي على الأرض، جمعوا كل هالأدلة وقدموا للمحاكم الدولية، وبرد اسمه أظن بشهر التاسع لائحة الإرهاب الأمريكية. طيب أستاذ حسين، يعني كيف أيضا تنظر إلى هذه الاتهامات وهذه التوثيقات التي يتحدث عنها السيد عدنان؟ شكرا لك وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع، وأتمنى عليكم أن تشمل دائرة تغطية الانتهاكات كل الفصائل الموجودة التي تنتهك الحقوق في عفرين وفي كل المساحة السورية وليس فصيل العمشات فقط. هذا ما نركز جهدنا عليه يا سيد عدنان. أتمنى ذلك. بالنسبة إلى فصيل العمشات وانتهاكاته، أنا كصحفي أتابع الشؤون في المنطقة جيدا، والبلدة التي يتواجد فيها هذا الفصيل الشيعة المعربة إلى شيخ الحديد أعرفها جيدا، وأعرف كل قراها وأعرف بعض سكانها شخصيا. هذه الانتهاكات التي نتحدث عنها موثقة بأسماء ومستندة إلى تقارير تصدرها منظمات حقوقية، بعضها يعمل داخل عفرين سرا، وهي موثقة بالأسماء وبالتواريخ وبعمر الضحايا حتى سأسرد بعضها. نعم. مثلا هناك 4 أشخاص قتلوا تحت التعذيب على يد هذا الفصيل، وهو بالأسماء أحمد شيخو الذي كان نائب رئيس المجلس المحلي في عفرين، وهو تابع بالمناسبة للإدارة المشكلة من قبل تركيا وليس معارضا، وأيضا شخص باسم شاهين بغدادي، وهناك عنصران من فصيل العمشات نفسه زهير أبو عبده وأيضا إبراهيم الحسن، عنصران في نفس الفصيل قتلا تحت التعذيب بموجب شهادات والنشطاء الذين نقلوا لنا. أيضا هذا الفصيل وضع يده على ممتلكات الناس في قلب البلدة، في ساحة البلدة وضع يده على 7 محلات تجارية تعود ملكيتها لمواطنين كرد في القرية، لستة مواطنين، وهي موثقة بالأسماء. أحد هؤلاء المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبكم، اسمه محمد كعلو، وكان هذا المحل الذي كان ملكيته تعود له كان قد اشتراه بفضل مساعدات من أبناء القرية لكي يتدبر معيشته اليومية، أيضا وضع اليد عليه وتحول إلى مول، وأيضا
استولى على 4 محلات أخرى في نفس البلدة وهي موثقة بالأسماء، استولى على مزرعة كمال آغا بحدود مساحتها 20 دونم وجرفها بعد أن كان بستان للتفاح وحولها إلى مزرعة خيول. لاحظوا هذا الترف في مزارع الخيول وهم يدعون بأنهم يعملون في الثورة. أيضا هناك 6 مواطنين تعرضوا إلى التعذيب، 6 مواطنين وثقت بالأسماء، بينهم سيدتان إحداهن زينة محمود شيخو تعرضت إلى كسر في قدمها، وأخرى فريدة محمود شيخو تعرضت إلى ارتجاج في الدماغ. عدا الأتاوات والمحاصصة مع أملاك الناس ووضع اليد على عقارات الناس وعلى ممتلكاتهم وبيوتهم بحجة أنهم تعود لعناصر من حزب الاتحاد الديمقراطي أو أعضاء في الإدارة السابقة، علما أن القانون لا يسمح له بيد وضع يده حتى إذا كان أصحاب هذه الممتلكات من حزب سياسي أو من إدارة. هؤلاء لهم حقوق ولا يجوز تصرف بالملكية إلا بموجب قوانين، وهذه المنطقة خالية من القوانين، تعمل فقط بموجب سلطة أمر الواقع المفروضة من قبل الاحتلال التركي والفصائل التابعة له. لكن ما أريد الإشارة إليه أيضا، أنتم ذكرتم عن الكرد الإيزيديين، لا يجب أن تكون الصورة الواضحة، المناطق التي تتواجد فيها الكرد الإيزيديين هي تقع تحت سيطرة فصائل أخرى وبشكل خاص فيلق الشام، فرقة الحمزة، الجبهة الشامية. بشكل أساسي هذه الفصائل الثلاثة تسيطر على قرى باصوفان وشادير وكفرزيت وكيمار وبرج عبدالو وبافلون، وهذه كلها قرى إيزيدية. قرية بافلون على سبيل المثال التي تسيطر عليها الجبهة الشامية لم يسمح لأي كردي إيزيدي بالعودة إليها، حتى الآن القرية فارغة من جميع سكانها الكرد الإيزيديين وجميع ممتلكاتهم وآلاتهم الزراعية، وحتى أثاث منازلهم محتجز عليها من قبل فصيل الجبهة الشامية، والبيوت تحولت إلى مساكن لزعماء الحرب وتجار الحرب من فصيل الجبهة الشامية. فرقة الحمزة هي التي خرجت فيديوهات في أحد مقراتها الأمنية في عفرين، تتذكرون، وصور النساء التي ظهرت فيها من بينها المعتقلة آرين دلي حسن التي اعتقلت لمرتين، آخرها تعرضت إلى عملية إجهاض، كانت حامل وتعرضت في السجن إلى عملية إجهاض، نقلت مغمات عليها إلى المستشفى. وهل النشطاء يفكروا بتقديم هذه الشكاوى أيضا يعني بحق الفصائل الأخرى؟ كل هذه الانتهاكات موثقة بالأسماء وبالأرقام وبالتواريخ وبأسماء زعماء الحرب والقتل والإرهاب الموجودين في عفرين وبالتواريخ، وبعضها بالصور وبعضها بالفيديوهات، كلها موجودة وكلها توثق. وليس عبثا أن تضع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آخر تقاريرها فصيلي الحمزات وسلطان مراد ضمن قائمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقبلها أحرار الشرقية، وكل هذه العصابات التي أتت على دبابات المحتل لتغتصب أرض من سوريا وتغتصب حقوق ناس هم مواطنون سوريون يزعمون بأنهم قاموا بالثورة من أجلها، كل هذه الانتهاكات ستقدم للمحاكم، وكل هؤلاء المجرمون سينالون عقابهم كأن كان عاجلا أو آجلا. أنتقل بهذه المعلومات التي ذكرت للسيد أكرم جنيد وهو رئيس المكتب القانوني لفرقة السلطان سليمان شاه، كيف ترد على ما جاء به السيد عدنان والسيد حسين؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام، أهلا فيك. حقيقة الشمال المحرر هو أصبح بمثابة سوريا الصغرى، وخصوصا في تواجد عدد كبير من المهجرين من كافة المحافظات، وهذه البقعة الجغرافية الصغيرة قد وهذا أصبحت خليط اجتماعي كبير جدا، قد تحدث فيه أخطاء، تحدث فيه مشاكل مثله مثل باقي المجتمعات. لكن عندما نشاهد الضخ الإعلامي على فرقة السلطان سليمان بشكل خاص وعلى الجيش الوطني بشكل عام، نجد أن هذا الأمر ممنهج في هذه المرحلة، وهو لتشويه صورة الثورة وصورة الفصائل الثورية حقيقة اللي خرجت ضد نظام الأسد. بما يخص الجرائم والاتهامات اللي وجهت لفرقة السلطان سليمان شاه، أنا كمحامي لا أتعامل بالإعلام الوهمي، مع احترامي للجميع، نحن نتعامل بأدلة ووقائع.
عندما نقول هناك شخص تعرض لجريمة قتل يجب أن نعرف هذا الشخص ونعرف حيثياته ونعرف حيثيات الجريمة ولا نلقي بالتهم جزافة. بالنسبة لفرقة السلطان سليمان شاه ومنطقة الشيخ حديد، أولا من حيث تواجد اليزيديين، منطقة الشيخ حديد حصرا في عفرين أو في الشمال لا يوجد فيها يزيديين. بالنسبة لوضع العلاقة مع المدنيين وكما يقول أنه تم فرض الأتاوات وفرض الضرائب، فرقة السلطان سليمان شاه منذ أن دخلت المنطقة كانت حذرة جدا حتى لا تقع في مثل هذه المتاهات، فشكلت لجان مدنية محلية من أبناء القرى من أخوتنا الأكراد لإدارة شؤون المنطقة، وتم الاتفاق على أن يكون ريع هذه الأموال والتي يجمعونها أخوتنا في اللجان المحلية من ريع ممتلكات عناصر التنظيم أن تكون ريعها لبناء خدمات محلية وبناء مشافي وبناء طرقات وبناء محلات. وفرقة السلطان سليمان شاه حقيقة عملت عمل الجمعية الخيرية في منطقة الشيخ حديد بعدم تواجد المنظمات و الجمعيات الخيرية التي تقدم للناس الدعم، فكانت فرقة السلطان سليمان شاه بمثابة جمعية خيرية تقدم الدعم للأخوة المدنيين والمساعدة وتساعد كل محتاج في هذه المنطقة، وعملت دائما بشكل مؤسساتي، دعمت المجلس المحلي، قدمت له الدعم من أجل ضخ المياه للمدنيين، قدمت له المحروقات، قدمت الدعم أيضا المادي فرقة السلطان سليمان شاه لتأمين وصول الكهرباء للشيخ حديد وكافة القرى والمناطق. وبما يخص قرية قرمطلق يتحدث الأخ ويقول أنه فرض على الناس من أجل مد الكهرباء، أولا الكهرباء شركة خاصة تتبع للأتراك هي اللي عم تمول وتخدم المنطقة في الكهرباء، إلا أنه فرقة السلطان سليمان شاه لعدم وجود مواد لوجستية من أكبال من أعمدة لوصول الكهرباء بشكل جيد قدمت مبلغ مادي دعم لشركة الكهرباء ليتصل الكهرباء إلى قرية قرمطلق. الحقيقة هذا الهجوم الممنهج في مثل هذه المرحلة وخصوصا التناغم الخارجي مع التناغم مع بعض الأيادي الخفية للتعامل الحقيقة لما هو ليس لمصلحة الثورة السورية، نجد أن هذا الأمر يعني ولكن يا سيد أكرم يعني ألا ترى بأنه اللجنة المشتركة التي أوصت الجيش الوطني الجيش الوطني اللي ضحى بآلاف الشهداء ضد نظام الأسد، الجيش الوطني اللي دافع عن الثورة السورية ووقف ضد نظام الأسد والإجرام الروسي والإيراني والأحزاب الانفصالية، لا يمكن أن يكون إلا يد الخير ويد السلام لهذه هذا المنطقة. هذا ما نتمنى حقيقة سيد أكرم. أتمنى منكم أن تركزوا على الجرائم التي ارتكبتها الأحزاب الانفصالية سيد والإيرانية من نهب ثروات البلد وخيرات البلد وتدمير يا سيد أكرم اسمح لي فقط لو سمحت يعني أرغب بتوضيح بعض النقاط. اليوم يعني عندما تكون هنالك لجنة مشتركة توجه اتهامات بانتهاكات وتوصي بعزل أبو عمشة، ألا ترى بأنه هذا الموضوع يوجه أصابع اتهام قوية باتجاه فرقة السلطان سليمان شاه؟ أستاذتنا الكريمة إحنا مع القانون ومع تطبيق القانون، لكن حقيقة أن نحن لا نقبل بالمزاجية وبالعواطف. طيب لا نتحدث عن المزاجية وعن عواطف، اسمح لي أنتقل بالسؤال للسيد حسين. السيد حسين يعني فقط جواب بتكفي جواب. طيب اسمح لي رح أرجع لك تكفي جوابك سيد أكرم، ولكن سيد حسين يعني على ما يبدو أنه المنطقة التي يسيطر عليها فرقة السلطان سليمان شاه يعني بحسب ما ذكر رئيس المكتب القانوني بأنها منطقة يعني تتوفر فيها خدمات، لا يوجد فيها عمل للمنظمات لإعطاء المساعدات للناس لأنها يعني تقوم بتقديم هذه المساعدات، ويرى السيد أكرم بأن هذه الاتهامات هي الاستهداف فرقة السلطان سليمان شاه بسبب ما تقوم به من إنجازات في المنطقة. يا سيدتي، اللجنة التي سموها لجنة رد المظالم في عفرين ممثل فيها ممثل أبو عمشة، وهي أصلاً مكونة من مجموعة قيادات من هذه الفصائل المتشاركة مع بعضها في النهب والقتل والإجرام. هذه اللجنة وجهت 180 تهمة إجرام
إلى أبو عمشة وقياداته ومسؤولي فصيله. كم تهمة تريدون حتى نتحدث عن الإجرام وعن الانتهاكات التي تجري في منطقة عفرين؟ هذه المنطقة، هذه الناحية بالضبط، أنا أعرفها قرية بقرية وأعرف الكثير من أهلها. الانتهاكات التي تقع في تلك القرية لا يصدقها عقل. يتحدثون عن جمعية خيرية ويتحدثون عن ثورة وعن مقاتلة الأسد، أي ثورة هذه؟ أنتم سلمتم جميع مساحة سوريا، ما يقارب 60% من لسنا مساحة بصدد سوريا. هذا النقاش، دعنا فقط نتحدث عن الانتهاكات وما يجري في منطقة عفرين. سيد عدنان، طيب دعني أرى أيضا رأي السيد عدنان المركان بما جاء به السيد أكرم اليوم. يعني يرى السيد أكرم بأنه ما يوجه من اتهامات فرقة السلطان سليمان شاه هي تأتي كيدية أكثر مما هي مبنية حقيقة على وثائق ويعني حقائق. شكرا للعزيزة. حقيقة الأستاذ قال أنه محامي بيتعامل بالقانون مع الوقائع، وأنا كمان محامي بتعامل مع القوانين مع الوقائع المادية والأدلة السابقة. يعني الشيء اللي موجود برأيي أنه الأخ أكرم عم بيحكي نهج الثورة كيف لازم تكون، كيف بداية كلياتنا قمنا بالثورة بالمظاهرات. نحن يعني بتذكر يوميتها حتى فتحنا معسكرات تدريب، معسكر آزادي، وحتى الجمعية بالثورة جمعة آزادي سموها، وكنا مشاركين بالثورة بقوة. فللأسف الأستاذ بيحكي عن مبادئ الثورة اللي كنا منتخيلها. يعني الأستاذ ما بيتعامل مع الواقع المادي أو الواقع الموجود على الأرض، عم بيتعامل مع مبادئ الثورة، عم بيجيب لي مبادئ الثورة السورية اللي قامت الثورة السورية على أساسها، بس مع الأسف ما تحقق في منهج. عم نشوف أبو عمدة كل يوم في جرائم، كل يوم كل يوم كل يوم. يعني هذه مو حالات فردية، سوريا المصغرة لازم كانت تكون نموذج يحتذى به، بس مع الأسف لو كان مثل ما بيحكي الأخ أستاذ المحامي أكرم، كان الواقع اختلف، كان كل الأفراد رقدوا باتجاه الثورة حتى بالجزيرة وحتى بالكل. بس مع الأسف غيروا صورة الثورة السورية من ثورة الحرية وثورة الكرامة، تحولت لثورة النصر، ثورة الاغتيال، ثورة السرقات، قطع الأشجار. يعني هذه الاتهامات دائما ما توجه، ولكن يعني بما انه لا يوجد الاشجار يروحوا يصوروا بما انه لا يوجد يعني من يدافع عن هذه النقاط، يعني لا نرغب بتوجيه اتهامات جزافا يا سيد عدنان. دعني انتقل بالسؤال للاستاذ اكرم. سيد عدنان وضحت النقطه التي ترغب بايصالها. سيد اكرم، اليوم اذا كان هنالك مظالم ما للاهالي المتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها فرقه السلطان سليمان شاه، ما هي آلية تقديم شكاوي لكي لا نرى كل هذه الاتهامات، وأيضا لا نرى حالة من الدفاع عن الفرقة دون النظر فعلا في مظالم الناس؟ يعني هل تعتقد بأنه هنالك شكاوى دون أن يكون هنالك مظالم، بغض النظر يعني عن كبر هذه المظالم أو يعني حجمها الحقيقي؟ أول شيء أنا حقيقة بدي أحكي كلام بما يخص قناة الأورينت. كثير من الناس ينتقد الأورينت إنه قناة محايدة وتعمل لجهة معينة، وأنا كنت أراهن إنه هذه القناة هي قناة تعمل للمصلحة العامة وبشكل عام، وحقيقة هذا اللقاء أكد لصحة رؤيتي. هذا أمر. اثنين، فرقة السلطان سليمان شاه أختي الكريمة استهدفت لأنها عملت على استقرار منطقة الشيخ الحديد وحافظت على أمن وأمان المنطقة، والكل يعلم إنه منطقة الشيخ حديد هي المنطقة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي خرق أمني، وهذا الأمر جعل الكثير يعمل على فرقة السلطان سليمان شاه، لأنه حقيقة أنا بحس إنه في جهود دولية، في أيادي خفية عم تعمل، ما بدها المنطقة تستقر، وهذا ما جعل تضارب المصالح حقيقة. يعني إنه في جهة عم تعمل لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والأمان، ولكن هناك أيادي خفية لا تريد الأمن ولا تريد الاستقرار. ولكن هذا يا أستاذ أكرم، من ضمن الشكاوى أيضا يعني هنالك بعض المدنيين المتواجدين في منطقة عفرين تعرضوا لانتهاكات من فرقة السلطان سليمان شاه، وهم يعني مهجرين من قبل الغوطة. هل ترى بأن هذه الانتهاكات واستمرار الحديث عن انتهاكات تحدث في مناطق سيطرة فرقة السلطان سليمان شاه
هي فقط استهداف لها؟ ألا ترى فقط اسمح لي للتوضيح، يعني فعلا نرغب بالتوضيح لأنه يتكرر اسم فرقة السلطان سليمان شاه، واليوم يعني إذا كان هنالك فعلا شكاوى تصل إلى محاكم أوروبية أو محاكم أمريكية، يعني أنت تعلم أنه تصنيف هذه الفرقة كفرقة إرهابية أو سيعود بالضرر على الجميع. صحيح. نعم أستاذ الكريمة، نحن مجتمع مثل ما تكلمت في بداية حديثي، كل مهجرين سوريا ما عدا الذين لم يخرجوا خارج الحدود موجودين في الشمال السوري، وشيء طبيعي مشاكل إن كان من المهجر أو من المقيم أو ما بين المقيم والمقيم أو ما بين المهجر، أمر طبيعي جدا إن نقول هذا المجتمع هو مجتمع ملائكي لا يوجد فيه مشاكل، فإحنا نكون نظرتنا يعني حقيقة نكون ملكيين أكثر من الملك. هناك أخطاء والأخطاء قابلة للإصلاح، لكن لا تصل لدرجة الجرائم الممنهج اللي عم نعطيها لبوس للفصائل. طيب بالعودة إلى سؤالي الأول سيد أكرم، إذا كان هنالك من له مظلومية كيف يتقدم بشكوى؟ أستاذ الكريمة، أنا المحامي أكرم جنيد رئيس مكتب القانون فرقة السلطان سليمان شاه، مستعد أتقبل أي شكوى تخص الفرقة. ولكن أنت محاميهم يا سيد أكرم. نعم، يعني أنت محامي لإلهم لفرقة السلطان سليمان شاه. أنا مدير المكتب، أنا رئيس المكتب القانوني في الفرقة. نعم، يعني الشكاوى أنت في ستنظر فيها. نعم، ستنظر حضرتك بالشكاوى. ما عندنا أي مشكلة، في عندنا مكتب شكاوي أيضا في الفرقة مكون من أعضاء مكتب العلاقات العامة، عندنا قسم شرطة عسكرية، عندنا شرطة مدنية، في قضاء عسكري، في لجنة رد حقوق ومظالم، يعني كل الأبواب مفتوحة لكل صاحب مظلمة، والفرقة طيب. متعاونة جدا. يعني وصلني الجواب بهذه النقطة. بس فكرة فضل. صغيرة فضل. إحنا لما يجي شخص أو عنصر على سبيل المثال أو شخص مدني صارت مشكلة بينه وبين عنصر، إحنا ما نجي نحمل المشكلة الشخصية نحمل الفصيل، قد طيب. يحدث خطأ من شخص لكن ما نحمل المشكلة للفصيل، قد يعني هناك تحدث مشاكل شخصية لكن لا يجب أن نقول أنه هو إذا هذا العنصر ارتكب خطأ مقصود أو غير مقصود نقول أنه هذا ارتكب الفصيل ومنهجه وكأنه العمل الخطأ ممنهج. نعم. يجب علينا أن لا نخلط ما بين المشاكل العامة والمشاكل الشخصية. سيد حسين، يعني اليوم كما نعلم بأنه الشكاوى التي قدمها الناشطون قدمت لمحاكم أوروبية وأمريكية، لماذا هذا التوجه البعيد ولم يكون التوجه مثلا إلى الفصائل التي كانت قد شكلت لجنة مشتركة على الأرض أو حتى إلى المحاكم الأقرب أو التي تتبع لها هذه المناطق مثل يعني المحاكم التركية مثلا المتواجدة على الأراضي؟ ألا ترى بأنه المساءلة والمحاسبة كل ما كانت أقرب جغرافيا كل ما كانت أكثر فائدة، وخصوصا أنه الملف يسيس ويعني يتم التجاذب به؟ نعم، أولا تركيا دولة احتلال بموجب القانون الدولي وهي لا تقوم بمسؤولياتها كدولة احتلال لأنها هي منظمة هذا المشروع التغييري في منطقة عفرين بعد الاحتلال، تفريغها من سكانها الأصليين أو كاد أن يفرغها من سكانها الأصليين، ووطن فيها 650 ألف مستوطن مستجلب بقرار روسي أسدي تركي إيراني في منطقة عفرين. هذه أولا، تركيا لا تقوم بمسؤولياتها في حماية حفظ حياة وأملاك الناس ولا تحترم القوانين الموجودة. بالنسبة للفصائل المتواجدة على الأرض، بالنسبة للفصائل، هذه الفصائل جملة وتفصيلا بأجمعها، ليس سلطان سليمان لوحده، أريد أن أقول ليس سليمان شاه فقط، جميع الفصائل العاملة مع الاحتلال التركي هي أدوات تنفذ طيب سياسة. هل أيضا ما تتحدث عنه من الانتهاكات يا سيد حسين، هل تشمل أيضا ميليشيا قسد في المناطق التي تسيطر عليها؟ ونحن نرى انتهاكات بحق يعني المكون العربي المتواجد في تلك المنطقة إضافة للمكون الكردي المتواجد فيها. أي انتهاكات يعني قصد لا تقوم بانتهاكات ولكن قصائد تقوم بانتهاكات. نعم حتى في مناطق قصد، إذا كنتم يعني تريدون أن تغمزوا من قناة أن لا نتحدث عن انتهاكات في مناطق قصد، أي انتهاكات تقع في مناطق قصد أيضا يتم توثيقها ويتم الحديث فيها وتنشر إعلاميا وتوثق وتتابع وتلاحق، لكن للأمانة مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومناطق الإدارة الذاتية هي الأقل انتهاكا لحقوق الإنسان وهي الأكثر استقرارا وحماية لحياة وممتلكات الناس،
قوات قسد ليست قوات كردية للمرة الألف وربما للمرة المليون، قوات قسد الكرد فيهم أقلية، مناطق دير الزور، مناطق شدادي، مناطق الرقة، هذه يعني هذا ما نسمعه دائما من المدافعين عن قسد، ولكن من النشطاء على الأرض يعني يقولوا بأنه اليوم المكون العربي أو المكون الآخر المشارك إلى جانب ميليشيا قسد. يا سيد حسين فقط اسمح لي اطرح هذه النقطة لتجيب عليها. قادات ميليشيا قسد تتبع لقنديل، يعني قادات أجنبية تقوم بتحريك العناصر الذين لا حول لهم ولا قوة. الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا قسد من تغيير ديموغرافي وتهجير للمكون العربي وانتهاكات بحق الكرد ويعني عدم تقديم الخدمات للمنطقة، اطلاق رصاص الحي على المتظاهرين، اعتقالات تعسفية، تجنيد، خطف وما إلى ذلك. إذا كنا نتحدث عن الانتهاكات فهذه انتهاكات، وانتهاكات الفصائل انتهاكات. طيب يا سيدتي، أنت سألتي ودعيني أجيب. تفضل. قوات سوريا الديمقراطية ليست قوات كردية للمرة الألف. قوات سوريا الديمقراطية ترفض أن تسمى بالكردية إذا أنت سميتهم أو أنا سميتهم. مساحة المناطق التي تخضع لسلطة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، المناطق العربية فيها أكثر مساحة من المناطق الكردية، لأن المناطق الكردية ثلاثة مناطق كردية محتلة من قبل الاحتلال التركي والفصائل التابعة له. المجال القوات سوريا الديمقراطية مشكلة من مجالس عسكرية، كل منطقة فيه مجلس عسكري، مجلس عسكري دير الزور كلهم عرب من دير الزور، مجلس الرقة العسكري كذلك، المناطق الأخرى العربية، كل قوات الحماية العسكرية والأسايش كلهم عرب، المجلس المدني كلهم طيب يعني عرب. يعني إحنا عم نسمع خطاب مكرر بالنسبة لمن يمثل هذه المنطقة، ولكن يعني الحديث على الأرض مختلف. يعني يا سيد حسين، إذا كنت حضرتك عم تعترض على حديث السيد أكرم فحديثك مشابه له الآن. مدينة كوباني الكردية السورية، هو ليس تركيا، هو من مدينة كوباني الكردية. طيب. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. وضحت النقاط، وضحت العسكرية. لسنا بصدد الحديث عن ميليشيا قسد، ولكن كانت يعني كان الطرح للمقاربة. إذا نتحدث عن انتهاكات نشمل الجميع، لا نستثني أحد يا سيد حسين. أستاذ عدنان، لماذا قدمت هذه الدعاوى بعيدا؟ ما هو الهدف من التوجه إلى المحاكم الأوروبية أو المحاكم الأمريكية؟ أولا سيدتي، بحكم أن تركيا هي دولة احتلال و التي هي التي جلبت كل هذه المصائب باتفاق دولي بين روسيا والنظام وتركيا، وجابوا ناس طالعون من الغوطة، والمناطق اللي كانت تحت سيطرة فيما يسمى بجيش الحر آنذاك جمعون جابون على عفرين وخلوا مدينة عفرين بالدبابات والقوات التركية بالطائرات التركية. فلذلك لا ثقة للكرد بال. طيب بالنسبة للفصائل المتواجدة على الأرض، بالنسبة للشخصيات السياسية الكردية الفاعلة، ألم تسعى لأن يكون لها مكان على الأرض بدلا من إرسال هذه الدعاوى بعيدا جدا؟ ومن الممكن يعني أن تلقى أذان صاغية، ومن الممكن أن لا تلقى، وبالنهاية المدنيين يعني يدفعوا الثمن. بكل تأكيد القيادات السياسية، المجلس الوطني الكردي من حقه أن يكون اليوم له مكاتب في عفرين ويستقبل أهل عفرين و يتابع مشاكل أهل عفرين، مع ولكن مع الأسف في الخلاف بينه وبين الجيش الوطني اللي ما بيسمحوا للمجلس الوطني يفتحوا مكاتب عفرين. يعني هون في إشارة استفهام، مثلا القوات المجلس الوطني على أساس عندهم كمان مجموعة لا بأس بها من البيشمركة، ليش ما بيكون هلا البيشمركة كمان بعفرين؟ ما بعرف، هاي نقاط سياسية يمكن مناقشته على الصعيد السياسي مع الائتلاف الوطني، مع قادة الفصائل، ما يعني هذه تقول ما بنتدخل فيه. لكن أنا كصفتي ناشط مدني أنا بحكي عن حقوق الإنسان أينما وأنا كان، وما بقبل أي جهات قسد كان من جيش قسد كمان يعني يعملوا انتهاكات. فبالتالي أنا من عفرين، أنا بتابع أحداث عفرين، أنا بشتكي عن عفرين، أنا بتابع أحوال عفرين. ما فيني انا اتابع احوال الرقة، احوال الرقة في ابن الرقة لازم يتابع وضعه، شو بيصير برقة، الانتهاكات اللي بيصير في التعبير، لازم المجتمع المدني الموجود برقة، الناشط المدني الموجود برقة يتابع، ومن حقه يتابع الانتهاكات اللي عم بيصير. انا من عفرين بدي اتابع انا موضوع عفرين.
طيب سيد أكرم، اليوم هذه الاتهامات التي نتحدث عنها تقدم بحق فرقة السلطان سليمان شاه، كيف ستتعامل الفرقة مع هذه الاتهامات، وخصوصا أنه يعني تقدم لمحاكم أوروبية وأمريكية، وإن كان هنالك فعلا اتهامات قبلت بها هذه المحاكم، فيعني أنت تعلم كيف ستتعامل معها؟ تمام، بس أعطيني فرصة رد على بعض النقاط. أول شيء بالنسبة بعجالة يا أستاذ أكرم. نعم تفضلي. بعجالة لو سمحت، بس بدي أحكي أنه حكوا عن اللجنة اللي تشكلت بالتهم اللي وجهت لقيادة فرقة السلطان سليمان شاه في الداخل. هنا اللجنة وجهت اتهامات بالاغتصاب والقتل، وبعد كل هذه الاتهامات والزوبعة الإعلامية خرجت اللجنة حقيقة بخفي حنين، وهو نفي أحد قيادات الفرقة من منطقة الغصن إلى منطقة الدرع. هل تعتقدين أن شخص مرتكب جرائم اغتصاب وقتل تكون عقوبته في أي قانون شرعي أو عرفي أو وضعي عقوبته هو الانتقال من قرية إلى قرية أو منطقة إلى منطقة؟ يعني فهل الزوبعة الإعلامية والاتهامات اللي عم توجه هاي بما يخص الاتهامات الدولية والمحاكم الدولية، أنا لا حقيقة لا لا لا, لا أجد فرق ما بينها وبين الاتهامات اللي وجهت في الداخل. في شغلة ثانية، يعني مدى دفاع ضيوفك الأكارم عن الأحزاب الانفصالية وهجوم على الجيش الوطني، بتعرفي أنه حقيقة أنه الهجم الإعلامي اللي عم تصير على فرقة السلطان سليمان شاه والجيش الوطني. طيب هجم سيد أكرم فقط الجيش الوطني، يعني بس اسمح لي بأنه جاوبني اليوم، يعني اتهامات توجه لفرقة السلطان سليمان شاه، كيف ستتعامل الفرقة مع هذه الاتهامات؟ ألا يطلب الكثير من الشفافية، الوضوح، التجاوب مع مطالب المدنيين، النظر فعلا في هذه الاتهامات، التعامل مع الجهات التي تقدم هذه الاتهامات وتوضيح هذه الاتهامات إذا كانت كذب أو صدق؟ أستاذ الكريمة، بالنسبة للتعامل مع المدنيين، نحن وجدنا هنا في هذه المنطقة كجيش وطني لنصرة أخوتنا المدنيين والوقوف إلى جانبهم ودعمهم حتى نصل إلى بناء سوريا دولة الحرية والكرامة حقيقة يدا بيد، إحنا وأخوتنا الأكراد وكل مكونات الشعب السوري. هذا أمر. بالنسبة لهذه الاتهامات، هي عبارة عن لفحات إعلامية حقيقة، لا مجال لنا كقانونيين للرد عليها لأنها تبقى ضمن دائرة الإعلام. طيب. وتعرفي أنت الإطار الإعلامي، شيء ياخذ محمل الغايات المسيسه وشيء ياخذ الاطار صوت الناس هو الاعلام يا استاذ اكرم، يعني لا داعي للتخفيف من مهمه الاعلام يعني امام هذه الاتهامات لو سمحت، لانه يعني بالنهايه الجميع يقوم بعمله بالطريقه التي يرى. استاذتي الكريمه، عندما نوجه اتهامات وجرائم جنائيه هذه الامور لا تحل في على وسائل التواصل. هذه الاتهامات تقدم للمحاكم، عندما تقديم هذه الاتهامات للمحاكم عندما يكون هذا الامر بشكل جدي، تاكدي تماما انه الجيش الوطني لديه رجال قانوني حقيقيين قادرين ان يدافعوا عن الجيش الوطني وعن فصائل الجيش الوطني اللي ضحوا بالاف الشهداء لتحرير اخوتنا الاكراد بالدرجه الاولى من الاحزاب الانفصاليه وتحرير سوريا من نظام الأسد ومن الاحتلال الروسي والإيراني. نعم شكرا، وضحت صورة. شكرا جزيلا لك أكرم جنيد، رئيس المكتب القانوني لفرقة السلطان سليمان شاه، كنت معنا من عفرين. أشكر أيضا الناشط المدني عدنان ميركان كان معنا من أربيل. الشكر موصول للسيد حسين عمر الصحفي الكردي كان معنا من أربيل أيضا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.